السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين نشوفوا أول تعليق للإعلام التونسي بعد كتابة أشرف حكيمي كل أملاكه باسم أمه، وأخرج هذه الأفعى يعني خالية، خلاها الدور في قرعة خاوية. هذه ما كيما يقول لك واحد الغنيه الشيخه الجنيه الله يرحمها كانت تغنيها تقول لهم صرا لي كي الشوايه حديده هذيك اللي يشوى عليها، تقول لهم ما نحركت ما طبت اللي يجي يشوي ويروح صرا لها كيما غادي يصرا لك انتيا كي الشوايه. والمعنى اللي بغى يفهمها يفهمها. هذه اشرف حكيمي خلى هذه التونسيه يعني احترام النساء تاع تونس، تونس ما كان واحد بصح شتي انا خلاها، خلى هذه التونسيه كي الشوايه اللي يجي يشوي ويروح، وهي ما تطيب ما تنحرق بصح اللي يجي يشوي ويروح. هذه هي خويا، هذو هما يعني بس تعرف بلي كاين رجال، يعني كاين رجال. هي دارت هذه العبسه، ربما ارادت يعني باش تدي اموال، طمعت في امواله، طمعت في املاكه، قالت انا يا صاييك انا نروح نبدل المراح، بغات تبدل المراح، هي بغات تبدل المراح بصح ما دارت حسابها. هو كان عارفها باللي هذه تبدل المراح، اضربها في لاتوش، يعني في لاصرا لها كيما اليوم عطاها عبره. هذاك عبد الصمد اللي خرج تاع لونس اللي خرجه بالدقيقة 19 بالبطاقة الحمراء، هي فانيك راه بين لها باللي خرجتك بالبطاقة الحمراء، رادي بالفوتبول، رادي من العائلة تاع أشرف حكيمي، يعني اسم مسمى على يعني اسم مسمى، أشرف يعني أشرف يقعد أشرف يزيد لها أشرف. هذه أنا راه عاجبني أنا والله الله يعطيها الصحة، هذه رجولية. نقلع قلبي ونديرو بلاستيك كازعة، هذه هي. كاين مرات تاع كيما نقولو حنايا تاع هاك عاود بصح تاع الانتاج، لازم تعرف روحك شاد تجيب مرات تاع انتاج اللي تجيب لك ذريه صالحه تاع انتاج تاع الدار، تخدم امك وتخدمك في الدار، هذه هي تاع انتاج، هذيك تندير للانتاج، تجيب لك يعني الشجره ساجيه، هذه اللي نعرفوها حنايا. عم كنا صغار بغينا من ما كنا صغار، الشيباني تاعي الله يرحمه يقول لي يا ابني احمد، يقول لي سامع راك تهضر بعض الهضره، يقول لي خليني نجيب لك انا الشجره اللي تجيب لك الحبه وافيه. دبر راسك نسمعوا هنايا. سنير الوفي خلنا نحكي لكم ملي قالوا في الاخر، قال اللي البارح حكم القضاء ببراءة حكيمي من الاغتصاب وانتصاره على المؤامرة، لكن انتصاره الأجمل كان على غدر من كان يسميها حبيبته وزوجته وتحمل وتحمل كل التنمر على فارق السن بينهما، حيث فشلت في الانتقام منه وفشلت في تقاسم ثروته معه، إذ قدم حكيمي لقاضي الطليق ما يفيد بأن أملاكه كلها باسم حبه الأكبر والأبقى والدته، وكأنه كان يتوقع هذا اليوم وتلك الطعنة، ولم يبقى لي بوكسي والاحتقار والازدراء والهزيمة، كيدهن عظيم لكن رضاء الوالدين أعظم. دونك خلينا نذكروا لي أشرف حكيمي تقاضى مليون أورو في الشهر، ما يعادل 3 مليارات ونص 4 مليارات تونسية، وفيرست ماج ماجازين فيرست ماج هي أول وحدة هبطت الخبر، خرجت الخبر هذايا نتاع هبة عبوك. دونك شنو رأيكم في الحكاية؟ خلينا ناخذوا جبل رقادة، جبل رقادة أخويا، جبل رقادة، وهي هزت شلاقيتها وما لقيتها وبدات تحكي على طلاق وبدات يا بنات عمي اصبر حتى لين تخرج. ابغى يرين هذو فرحانين، هذو فرحانين، هذو جابوا لها نساء يقابلوها. خليك وشوف خاطر سامحني الاغتصاب ما صارتش اوكي، ولكن القضية
عمليه الخيانه صارت لانه الطفله كي مشت للمركز وشكيت فما الابير اللي وصلها للدار وموجود فما حاجات معناتها موثقين دي ميساج دي اس ام اس دي ميساج انستغرام فهي اختارت انه وقتها تاخذ ديسيزيون وتطلق ماهيش هكاكا معناتها مشيت من راسها في لسان انك تكتب فلوسك الكل باسم امك وانت ديجا خذيت المراه اللي تحبها وعايش معها وجايب منها صغار لهنا انت ديجا متوقع انت دخل ما تسمحوني في الكلمه ما تفهم احنا سوء نيه فما سوء نيه بعد انك انت تهرب فلوسك لامك طيب ما عندكش ثقه في المراه اللي انت متعاشر معاها لهنا انت فيكش قاعد معاها بسوء نيه طيبه انت يا راجل اللي يدير فيك الثقه راجل انت يا انت يا لك تهضري الراجل اللي يدير فيك الثقه راجل فيك في راجل هي طالبه ساعه بنصف الثروه تضمن في حق صغارها وهذا من حقها لا تخافها لا هذه راهي تدافع عليها لا لا هذه دارت لها هذه دارت لها دارت لها ستة في بغات دير له ستة في سبعة بغات تخرجها هي تيري خرجها أورجو هاكا شريها أورجو والله لا أورجو والله لا أي أفضل أسيس دارها أشرف حكيمي في حياته حقو يدي جائزة نوبل يعني جائزة نوبل على الأسيس اللي دارها على بالك خلاحها لي فرونسي راهم غير يهضرو لي زونغلي لي اسبانيول المغاربه كاع راهم يهضروا عليها بهدل على بالك بلي خرجها انيلي خرجها على بالك خرجها ما بين الليل والنهار يقول انه يجب من نجم بعد الطليق انه حق صغارها ما يوصلش حق صغارها نص ثلاثه يعطيها حق التقلابه بسقيه ويعلم به ربي وهي تمشي يا ولدي يعطيها حق التقلابه بصح دارت له بصح دارت له هي دارت له كوبلة هي دارت له كوبلة ماشي قضية منها دارت له بغات تدير له فيلم وذاك الفيلم مصنوع هو كانت هي النية تاع عمه يعني امه هو هي هذه كاع الصوالح شو خلاصة تاع كلام كاع تاع أشرف حكيمي والله العظيم لا دعوة الخير تاع عمه بالتالي كاع والله لا دعوة الخير تاع عمه صايك هذا مكان لا منا لا مليا دعوة الخير تاع عمه يعني خرجتها تيري وصايك انا نقولها لكم دعوه الخير تاع عمو هي اللي خرجتها تيري يا صراحه لا رقد يا بلا نني هاك عشي لا نني قال لها نني قال لها تخرج سي دراهم تقلاب برك اي ادي دراهم تاع تقلاب وروحي زعقه ولا رجل عيد قصر قال لها ادي دراهم تقلاب برك شعال خلصتي شعال اي روحي قلعي هذه هي بصح أشرف حكيمي خرج فقير ما عندوش قادر هو يطلب فانيك يطلب نصف الثروة تاعها هماكم خرج فقير ما عندوش كلش على أمه خرج فقير من حق أشرف حكيمي يخرج فانيك يقول لهم أنا نطالب يعني بالأتعاب أنا تعطيني الأتعاب هاي وصحيك ولا بي ولادي هذي ولاده يديهم نورمال عادي عند أمه نذكر اللي نحكيو على حاجه مازلنا مانيش متاكدين منها ولا ما جينا حتى ما فماش دخان من غير لا من اشرف حكيمي ولا من هبه عبوك انا اكثر حاجه عجبتني في الفيسبوك وانا نلوج على اشرف حكيمي اشرف هي راهي في سيمانتين ولا سيمانه راهي دير تطلق التصاوير مع الصديق تاعها هذه ربي يزغبها هذه شو عائله شريفه وهذه دخلت في وسطهم كل لفعه بغات تراخر ربي زغبها ربي داري بالقلوب هذه ربي يحميك بلا ما تحس يحميك ربي انت تقول بلي نور راني قافز ويا ربي حاميك هذا ما قافز ما والو هي كلش ربي النيه تاعك كي دايره هذه هي النيه تاعك كي دايره كيفاش ربي دخلها في روشي على بالك هكا كذبها كذب ايه تيا ايه تربحي ايه يا بالهارك هذا حتى مكان حاسبينها سهله ولا يا حسره يا كبيره تحت اي زغد الموضه هز الموضه سي محمد هز عبا بلي اللعابه هذو العرب هذو كل المسلمين كلش غادي كاع يعاودوا على ما غير عقليه تاع الناس على بالك بلي هاد لافير غيرت بزاف عقليات انا نقولكم
والله لا غيرت بزاف عقليات، حنا ما عندناش نتهمو كاع في النساء بصح غيرت، غيرت كلمة زوجتي، زوج بامرأة يعني محافظة عليه وكلش، مرت بالناصر بيتي كيما هذه ما تجيش، هذه هي ماشي كاع النساء، ما عندناش نقولو كاع النساء، بصح ستيلا غيرت بزاف صوالح هذه، هذه لافير غيرت بزاف صوالح، أنا نقول والله لا غيرت بزاف صوالح، الله أنا نشوفو كيفاش أصاحبيها، يا حسرة. باينه ما تنساوش عطو نجام كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحه فطوركم.